السلام عليكم. أغلب الأشخاص اللي يستخدمون طابعة 3D يواجهون مشاكل، إما خطأ في الطباعة أو القطع المطبوعة ما عاد لها فايدة أو قيمة، وأنا واحد من هاي الأشخاص، فقلت لازم أحصل حل للبلاستيك الغير مرغوب فيه، أو باختصار إني أعيد تدويره إلى رولات فيلمنت. كالعادة صممت الجهاز في برنامج فيوجن 360 وابتديت أشتغل عليه. أول قطعة راح أسويها الهيتر بلوك، وهذه القطعة راح تكون من ألمنيوم، فراح أسوي قالب من جبس على شكل القطعة اللي أبيها على أساس أني أسوي ألمنيوم كاستنج. طبعا استخدمت غريز حق القطعتين علشان لما أصب الجبس ما يلصق، أو القطعة نفسها ما تلصق في الجبس وتنشال بكل سهولة. عقب حوالي 4 أيام جف المولد وابتديت أجهز له حق عملية الكاستنج. طبعا هني أنا غرسته في رمل علشان لو سمح الله صار في تشققات ما يصيح في كل مكان ويحبس لي السالفة. الدخان دي اللي وترني، الدخان دي بسبات الجريز اللي خليته عشان يفصل القطعتين عن بعض. احس ان هاي القطعة ما ضبطت، بس هذي مبدئيا اشوفها اوكي. عندنا المولد الاول للاسف تجربته فاشلة بسبت الانجريز لاني ما مشيته سبب لي هاي الديفكت او هاي الفراغات اللي صايرة او العيوب. خلينا نقول تعاوني مخلص من الصبة الثانية، طبعا النتيجة ممتازة. ايوه ممتاز، خلصت من تنظيف القطعة، بقي اوديها التورنة يسوي لي فتحات مثل هذولين. هذه القطعة من غسالة ملابس مكان ما يركب الهوز من ورا، فالقطعة اللي بحتاجها منها هو هاي الفلتر. طبعا هاي الفلتر وايد مهم اني اراكبه في النوزل على اساس انه يعطيني فيلمنت بدون اي شواذ. هي راح استخدم خلاطة عصير علشان بس اسوي شرد حق البلاستيك. ان شاء الله لعقب راح اسوي جهاز شريدر مخصص حق انه يسوي لي شرد حق البلاستيك، منها غراش الماي، المغاطي وهذه الاشياء، علشان اني اقدر اسوي لها اعادة تدوير الى فيلمنت. وصلت الوايرات مؤقتا كذي اساس بس نشيك ان شاء الله كل شيء تمام. بسم الله.
شفتوا المثل اللي يقول يا فرحة ما تمت؟ البراكت اللي فيه البيرنج انكسر للأسف يعني. وصلنا حق المشكلة رقم، بحط كاونتر هني ماري كان، فلما شغل الموتور هذي الشافت ملوز، فقاعد يفتر لو كم ما يفر الثريد، فان شاء الله حل هاي المشكلة سهل. وبالنسبة حق الموتور المستخدم في البولر، في احد الفيديوهات رويتكم شلون انا اغلب اغراضي احصلها، فهاي الموتور حصلته من سيارة ياهال. للأسف الجهاز اللي يقيس حجم الفيلمنت مو قادر يعطيني قياس صح أو مو بدقيق، فإن شاء الله راح أغيره وأركب له جهاز أدق. خلصت من البورت الأول اكسترودر الكولنت مع البولر، فالبورت الثاني إن شاء الله من الفيديو راح أسوي اللي يقيس الفيلمنت مع الوايندر، فنسوي تجربة او نطبع نموذج بويل فيلمنت ونشوف ان شاء الله تكون النتيجة حلوة. مبدئيا نقدر نطبع عاشية بالفيلمنت اللي حصلناه، لكن في شوي او انه ما راح يكون يعني فيلمنت بجودة ممتازة بسبب ان الحجم ما كان متناسق، فلما نحسن من تناسق الحجم راح نحصل جودة ممتازة. فحاليا حصلنا فيلمنت او سوينا ريسايكل حق فيلمنت. وفي الختام اتمنى عجبكم الفيديو، وشاركوني ارائكم في الكومنت مع اقتراحاتكم. نشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمة، مع السلامة.